أنا بخير، لأنني شهدت يوما جديدا رأيت فيه عائلتي بخير فتجملت حياتي. أنا بخير لأنني أقمت صلواتي وتحدثت مع من أود الحديث معها في سجودي وركعاتي. أنا بخير لأنني اشتممت رائحة أمي وسمعت دعاء أبي وضحكت مع إخوتي وأخواتي. أنا بخير لأنني لعبت مع أبنائي وبناتي. أنا بخير مهما يكن ومهما سيأتي، فقد أكرمني عز وجل بكل ما يحتاجه ميزان سعادتي، فأنا بخير بفضل الله. هو خالقي ومدبر أمري، وهو مهجتي وحياتي.